أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 97 من دروس فقه السنة النبوية. السقيم يرضى رب سبحانه عز وجل أن كمل ذي محور العبادات أحكام وقيم. أجل الحلقة في صربعة، وذا الجزء الثالث من موضوع الصلاة أحكام وقيم. إذ مثلا فظليت نطول في الأسوال خطر نساث يتجذثن الدين. الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، تجذثن الدين ذنساث إذ الصح نسث إذ الساس ذنسا ثري حرزنا مذان ذنسا ثري يفو مذان ذي لاخرث ذاونيس ذنسا رسيز ذيين ثوثو ذرثيس أسفك ثزدي أما ذي السيراس أما ذي ثو ذرثيس أما ذي اللبساس أما ذي الحياة سمراء ذنسا رثي من عن في المفاسد والمنكرات، لكن دين ربي القرآن. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل وقت أيغر أسحر زمذان باش يخدم المنكرات. ميقروا هذه يخدم المنكر بعد الفجر أسينة يطهر بعد طهورة العصر وهكذا. إن دفئة أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدرسني عدان نهضر في المسألة تاجي الصلاة صمام أمان، صمام أمان. لذلك تظلث لها سيثمزي ما ينوري في ذلك تظلث في ثمزي أسداس الزيف أذي يغال الشيطان أستسمور أتيرتاكم في الزين نسث في السوسث أخفيفث نعم دي ثمثني ونواس استقسيونا كن يظلم 80 سنة للو قادي ساعة 90 سنة أخين يبذي تظليث 7 سنين 19 سنين 80 سنة تظليث. أما ذن فذو أما ذي الشتوى أما ذي الخريف أما تفسوث أما ذي الخلاء أما ذي قخام أما ذي فراث بكل مكان تظليث في السوسث أي غر أخطر بوغيك الفرع أكثر من تزمرت النار. ميون إجت الممقر إسبث الإتحصان وإقارة سرتجوجض وسقارة سمغورض وسقارة سفض الخذمة ما يفى الخذمة غردة والله روترات ما يبيد الله روترات مشغول الحاصل ألا ما يموث. ونسعى الظاهرة يجي يثمور في النغ لن يمذان السواطاس يتصوزومن أرض ظلام. ظاهرة تحتاج إلى علاج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 إناس 5 تركيزين الإسلام ثم زورث لا إله إلا محمد رسول الله في سنة تظلث أم بعد داس الزكاة أدياس رمضان ويس ربعة أبرداس الحج إولي الزمن لمن استطاع له سبيلا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة أسنيني خبرت سن يعني ما روحنا الكفار ما روحنا المشركين إن يسن أسنتينيم باللي ربي يون ما إلا أمنا إني ثاسن ربي فرض في اللون 5 ظلة يريض واس 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن يكل أحاديث ديننا النبي صلى الله عليه وسلم في جننتد باللي تظليث الدس بعد التوحيد بعد لا إله إلا محمد رسول الله. ولكن مع ذلك رمضان أما ذي الجزائر أما ذي المغرب العربي أما ذي تونس أما ذي المغرب أما ذي ليبيا يعني ثم ولا يجي مرة تظليث وتسعر زال أم رمضان اي بورتون السلام الدليل أمشي من زوار الشغال وما نغدو لقي ماشي المعنى يسونا كين تصوزومن وريتزالارا أسنيني وتصوزومارا خاطئ أسيني أوزوم أطفذي رمضانيك ولكن أرث سيارة باللي تظل لتسعى غزال
وذا غدين قرحنا طاس ولاون في قذي موثن ورزولن. سبحان الله إزمرت زلظة فيون دلميث وريس دقارة ودي حجارة، ولكن ما إلا غتزلظة فيون ذين سلم وريس زلة الزيف لن ترى ذهن غذاقي حاضرين نسعي أثناك ذي ثموي مولان النغ نغذي ذي ثمثن النغ نغذي كثير من النغ نغذي ثذرين النغ ذي ثموسن النغ نسعاثن سواطاس وقاذ ونفكار زالي الظليف وختم غي درسني عدان سوى ولا سفرو دينا الشيخ محفوف في ذكر ربي الخير إن ياس يود قبل العهد يدبين الأنبياء والرسل يود العهد يقول لنا يعني ما كنت ترجمد الآية نديوسان دي سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لنت الآية ثمثي قذقي أنت يبو إذا سفروا باش ديني بلي يكوي مشقع عن سيدي ربي بويند عقيدة التوحيد ربي ونوريس عشريك العهد ذيون إنا يس العهد يلان ذي الزبور لذيور ويذي سفرفيرا سلعه ذي اللان ذي الطورات إذرار ويذ علين سلعه ذي اللان ذي الإنجيل التجرة ذوين ثمرا سلعه ذي اللان ذي القرآن يلدن في بوري غلقا ينزل دغف محمد رسول النبي عزيزا ذا سفرو يترجمد يعني يفقنا غيد المعاني إديوسان أما ذي القرآن أما ذي السنة ذي صلى الله عليه وسلم باش بذل نفهم المرة الميكفا ثمسل تاقي روح الظليث يفذد الظليث أسفرون إيسي نختم درسني عدان إن يسأل المؤمنين يوانرو في الوقت تاقي ذهن الله ما تشكين عودة تظرو إن سلم ورنت ظل السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزن سلغلا نتكمل ذي موضوع الظليث نبضد الساقين يد نهضر في صلاة الجماعة فالظليث الجماعة هكذا في صلاة الجماعة طيب أي ثمثن أي غراد نسان ظل الجامعة لماذا؟ مش يكون يوني قيم خاميس سيدي مبابا غثان ديجا مازال سخانة مازال دان بذو ملميذ الوحدة ونص هذه كرة يظل أربع ركعات وتربح ولكن ربنا كانت ظلم صلاة الجامعة صلاة الجمعة وهي نوع من أنواع صلاة الجماعة تظليث الجماعة من بعد تظليث الجامعة إلى قص الجوامع صافي أكيم شدا تظليث الجامعة إلى قص الجوامع ذاكي الفتحة قوس ذا مشطوح ما نهضر في الجزائرية ونهضر في المنطقة بالذات ذي الجزائرية كنسعى الجوامع الحمد لله صرح ثمذينين أتصفض الجوامع أتصفض الأذان ربي الحمد لله ما شاء الله الأذان وين يروحنا للخارج أشين يتوحشر وقالي جارفن زران أشين الجامية يسلغي الأذان سوى ما يسلس لك بورتابل إنه يغيث داخل الجامع خطر خدم الأذان مي داخل ممنوع هذا يخدم ميكرو باش نزر شعيرة الأذان ذا شو القيمة السوى أهث نكون ولفيت بالك سنتكي رزاليس ميستقسي وين يعاشن دي الغرفة أشيني شتاق أسلغ إلا ذان ونكون إذا جنس على ذان يريد ونثي كل من مكون صفاغ العقل أدخل من بيتيسيا أسينين لا ذان أغدي سكار الرشي قول إمشطح المساج نورمال ما يوضان يهو نغاشيني موضان أموضين ميسي الأذان دينا ريسع الكوراج أدي مكثي ربي يوان أدي الزال وهذه دعوة ربي وهذه قبل ربي وظن ده استروح أكينا ميك إنسان يموضان ذو خام كوني الفجر أغد سكارم سورتو ده يقول في ذو في ثلاثة ونصنا في الربعان غاشو مشكلة مشي مثقي ذو ثلهارة الشفيحارة يون أريلين ضد الأذان أهث ميلة الإنقاص بالنسبة وقذي قرفنو كذا يعني ممكن في المرء في المرء في, 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 في الأمر مرونة ولكن باش واحد يلغي الأذان لا فتفند القيمة انتفاث ما كيوث وغور ذي طلام تظهر قيمة النور حينما يكتنفك ديجور الظلام لذلك يا جماعة الخير
أذنو غال الجوامع، الجوامع كثر الحمد لله، أما في الجزائر ياك، أما في المنطقة بالذات تزرم زيكي مغارنا كنت مغارين ورسعين العلم الشرعي وغرينا راه، ولكن فنان الجوامع ذي ثوذرين ذي ثقاشوشين يعني ذي لي صومي ذي القمم ذي كذورار علاين يوعار ماشي مثورال انت لي موايان يفرزان قدرونين كاميونان تراكتوران لي بوكناس الضو زيك يخوص الحال، ولكن الله يبارك يثمرثنا وحدس اكثر من الف مسجدنا مصلى فكي سعى المعنى سعى المعنى المعنى يسب اللي يمزور انا الجذوذ سعان في سمين سعان في سمين في الدين اولئك السلف عندهم غيرة على الدين، هذه الغيرة دفعتهم إلى بناء المساجد وتأسيس الزوايا في معمرين في قمم الجبال الشامخات الشاهقات كما يقول مفدي زكريا رحمه الله. إنك جماعة الخير ما شاء الله والجيل بوسا يلق يكمل يكمل، ولكن إذا مر يكمل ولا قال ذي تفضل السابقين مش هادي كريونا السان يغرى أربعة الحروف هذا غاسين وقال لك نزيك يا زيرو زيرو ما يعرفوش نو وغدينا ربيك ربي ناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونندي مسنون الفضل للسابق وإن أحسن اللاحق، الفضل يوثم زوارو ولما يقرزنا يسقمون قارو هذا إذن كن سابقا أو لاحقا ولا تكن ماحقا. شوفوا تسيوا ولاقي سنغزل من القرآن إليكس السابقين أما سعديك نغ إليك من اللاحقين أما سعديك وتسيليرا من الماحقين الماحقين وين يمحو لا فرض جاني مزورة أكيني والو ما والو صاف دير ثورة نكون نتفضيز مسكم الزوم هذه مزورة ما كان والو سان في سمين سان الغيره تزلان اذو روح الجامعه ماشي مثل قوان الجامع مقرافن اذو روح سيثات دارت انا ماذا فرار اذي زكراسي في وصميض الوحش الطلام الى اخره باش يصلي صلاه التراويح ينسي المشايخ الفلاسي عفو ربي ربي يرحم جميع المشايخ يحكي قبل ذي مث باسبوع تقريبا انك روح غزال التراويح ديوث انت دارت سعينا راه الشيخ ذي الشتوى يديوسها رمضان ديال الوقت الثاني إنك روحه قبل ذي الدن المغربي قديماري يبوي ثزر في سيني غمان باش هذي يرسل المغرب قبريد ولاش ولاش يبضي الظل صلاة المغرب العشاء يلسن يرنيس صلاة التراويح أسمي ديوغال يفاد سيف يحمل إنك بغى المصحفي ذي المسخة إنك وقاد المسخة يقسي سيغر غيث مع مرث أتلقس تخسر وكذا أنت تخدم ذو قروس يشد يتستعمامث زي خدمة عمامين إنك صف ما يبي وسيف ما يشي وسيف الله غالب مولاش غسى إن كذا الخسر غسى يضرو خسار ولكن مسخة أول ربي أذي قيم لفذز دي إذن جماعة الخير وقال قبل نغر التاريخ نسن ونغر الحفي ذي غران أما يثم عمرين أما ذي الغرفة ويروح الهامل ويروح ذيهين ويروح ذيهين باش كان يحفظن أول ربي وقيد يسان ذا سيث مورثي أرث مورثنا أما غر سيدي منصور أما غر شرفان بهلول أما غر سيدي السحنون أما سيدي عمر والحاجة أما في معمر الله يبارك ثرنت ما شاء الله سعان قرون في معمرين غورنا سعان قرون ما شيء 1920 نغ 1800 خاطي ثلاث ساعة أربعة لقرون ثلاث ساعة سبعة لقرون باش نزر باللي الدين متجذر يسان يزوران يوثن ذي القاعة ثاقي كان يعني إشارة مهمة صلاة الجماعة لنت أحاديث أول صلاة الجماعة سنة مؤكدة سنة مؤكدة في الفرائض من غير الجمعة إذن في الفرائض أصبح الظهر العصر المغرب العشاء في قذقي سنة مؤكدة ولكن يردنا من غير الجمعة خاطر الجمعة فرض على الرجال دون النساء على الرجال في لون مظلنت الله يبارك ربي تقبل ولكن على رجال الأمة فريضة بالنسبة لصلاة الجمعة. أحاديث كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مدينة إذا حضرت الصلاة مديولوخ نظليث
فليؤذن لكم أحدكم، يرفع الأذن، أنسل الأذن ذن زوارو، وليأمكم أكبركم، يعني مقرن ديوان دي العمر. فكي حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. ذي الرواية نظن إند أقرأكم لكتاب الله، ذي الرواية نظن أفقهكم، ذي الرواية نظن يعني ما إلا قرافا أقرأكم في كتاب الله، ما إلا إذا كانوا للقرآن سواء في القرآن سواء أعلمهم بالسنة إلا أنبارهم إلا أنبارهم. أي غير دفكار النبي صلى الله عليه وسلم البارهم القدر من قيم جمعة ورذا جنس الإمام الراتب الإمام يصلي، ولكن إما إلا ظهور الزول الشيخ الزول صلاة الجامعة ذاين نساد نكون ذي عشرين ونخدم على صلاة الجامعة وحدنا خاطي، خطرنا في مسجد عنده إمام راتب كل ينادي الظل وحدس هذا ما كان باش نحرش أدنى وسط الجماعة الجماعة مدفوثة غفوثة داين كل يظل وحدس. طيب إما إلا مشيد الجامع عند الإمام ذي فراء نغي ذي خامن عند الله ذاقين وين يغران القرآن أطاس إمام كيف كيف ذي القرآن وين يسنن السنة أطاس إما إلا كيف كيف وين يسعن الفقه أطاس إما إلا كيف كيف وين مقرن ذي العمر أكبركم سنا وين يسعن العمر ذا مقرن باش هذا نظر باللي النبي عليه الصلاة والسلام غاسف كي يغيد تشرعيث ولكن يربى في الحرمة في الاحترام في الاقدر ماشي ذا مش طوعي سعن 18 سنة أري زورنا ذي الظل سلغاشي ولا نوجد ثيفن ما كيف كيف ذي ثموسني وين مقرن ذي العمر ما إلا لنسي كيف كيف ذي العمر الاقدر وذي في القدر يوايل يودي سنة ذي الظل وخلاص في كذا جي معنا ليس هناك أحكام وهناك قيم أي غرض نخدم الموضوع عاجي باش نفهم ماشي كان الأحكام ميم لي فالور القيم الظروف كاع خطر ما إلا تظلي ثنغ العبادات ما إلا أرزين تلذينا الظروف كاع ثغل أرذين الأحاديث كثيرة من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة حديث متفق عليه فظلت الجماعة ثيف نغتغلف فظلت جيول ما يظلت وحدس 27 درجة في رواية أخرى خمسة عن أبي هريرة 25 درجة يعني ذو الفضة مقران وقيدة جير غورنا مما إلى نروح القدس الشريف في دحر ربي سبحانه من براثين اليهود ذينا 500 ما إلى ذي المسجد النبوي 1000 ميلا ذي المسجد الحرام بمكة المكرمة 100,000 100,000 يعني ما زول طهور ذينا أما كان زول 100,000 طهورا ذا النظم باش نزر بنادم إلا قد يصرف ميلا قد يصرف هذي صرف هكين 30 مليون بزاف عند أدفان 30 مليون 40 مليون 100 مليون زدت الخير أماك 100,000 صلاة باش الإنسان يدير ذي البالس باللي ثم ستجي لقصف كزال ويلقى يخدم مشاريع استثمارية مع الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك حديث وايض يعني يفقنا غيد بأن إدراك فضل الجماعة بإدراك ركعة أو تحصيل فضل الجماعة بإدراك ركعة فقستين فاضر في كسيد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلهان إناد عن حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم يعني يوند هنا ما يفاد لحقد الإمام يوصل الركعة مثلا صلاة العصر 4 ركعات ثم زوار ثفوثك في سنة ثفوث في ثلاثة ثفوث في صربعة تلحق صلاة الإمام في وض أجر صلاة الجماعة ولكن الله يبارك معناتها باش الانسان يتشجع باش الانسان يجتهد ويكون حريصا باش يدرك صلاه الجماعه الامام بقدر الامكان اذا ادركها كامله ذلك افضل والا على الاقل ركعه واحده ان شاء الله اجر الجماعه لا يفوته. لن احاديث كثيره في هذا الباب ولكن ادور كان ثرى بعض الخلاصات
من خاصة الجماعة نقطة في 6 ساعة في الترتيب خطرتني عدني وضر 8 في البساقي في 6 ساعة صلاة الجماعة تدريب على الأخوة ثلاث جواب في استقسام زوارو المعنى يسمان تظل كيف كيف ثيمة النغ أسنف كفوذ ربي ذي القرآن يناد إنما المؤمنون إخوة ماشي ثيمة القذام ثيمة ذي الإسلام فظل في الجماعة أغث عيون باش تستفك الجهد أستفكي فالدن إثيمة ذي الدين لقيت 6 ساعة 19 صلاة الجماعة تدريب على الوحدة والنظام والانضباط فظل في الجماعة أغث عيون باش نسعو ثذكلي خطر مثل ثيمة قرن ورنساي ثيمة محقور وقار ذغزيك ورنساي ثارذاف أريد تغيمي ثاجمعث ورنساي ثارذاف أريد تغيمي ثاجمعث ورنساي ثيمة محقور جماعة الخير باش نفهم لي ثاذوكلي سوازاليس ذي الدين صلاة الجماعة تزرع فينا مشاعر الوحدة أو الوحدة يعني ذكلي الاتحاد في الاتحاد قوة وفي الفرقة ضعف وكذلك الانضباط إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به معناتها لا نكبر حتى يكبر لا نركع حتى يركع لا نسجد حتى يسجد لا نسلم حتى يسلم إلى قنذ الإمام ولكن إذا التدريب تدريب ستاج براتيك باستمرار وإن تظلن تظل في الجماعة مع الإمام 5 مرات في اليوم يعني يتدرب لذلك الإمام قدر يبدأ يستووا واستقيموا سقم ثمان وان وكذا وكذا صافي أو في النظام أو في ثيمات أو في تزدي في تصل الأمر وفي الحياة الجماعية لن يمذن الليغويزم واحد سكان خاطئ لكني الحياة الجماعية تظل في الجماعة تربي فينا هذه الحياة الجماعية والأحاديث في هذا الباب كثيرة فرنغال في 11 الصلاة فرائض ونوافل الصلاة فرائض ونوافل مع انتهى تظل اثنين تحصان ثلا الفرائض تيقل جنزرة ثلا صلاة الفجر والصبح نسعى الظهر العصر المغرب العشاء طيب في قدق 5 صلوات وأول الصلاة ظهورا هي صلاة الظهر أي غير سمان الظهر ذن الساثي تظلي ثام زواروثي قزول في صلاة الله عليه وسلم ذن الساثي دي ظهرا إدي ظهرا ثام زواروث ذين سمان الظهر وأيضا تصلى في الظهيرة سنة السبات إمي ساعة اسم الظهر في قدق صلوات فرائض سقوس ما يبضب الإنسان سن البلوغ سن التكليف ذينا يجري عليه القلم إلى قاضي الظل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها مدينا مروا أولادكم بالصلاة لسبع أي غير ما إلا ألف سي 7 سنين سغل في السوسث ما إلا غير ما يبضل 70 سنة أصير كلبابا أتظلظ أخيني ستر وطار نعطيك ولا سير واحد حجة لأنه وجد على بالك هيون بس هنا يحرك على ثم زورت زوت ذي مكان غريب يعني ما مقار يعني يساعد ذي 50 سنة إنك والله أرتزل ثم زورت ذي مكان يخدم العمرة يروح العمرة ويزل لها أهم شيء كسوه ذي العمرة شو تزل ذرا نسأل في ذي النا أنك الدماريغ دماراج ذي مكان ويغوز دماري ذاكي يكون يموت في جني يكون يموت في جدة 85 كيلومتر على مكان ولكن ربي في كاس تغزيل عمر الحمد لله في غادين رجمعة الخير أن صلاة الفرائض في قد الفرائض بالنسبة لرجال الأمة صلاة الجمعة فريضة طيب لنتم قارن فرض الكفاية منها تظل في صلاة الجنازة وإن كان مسألة خلافية من العلماء من قال بأنها سنة وليست واجبة وجوبا على الكفاية أو وجوبا كفائيا باش نكون على الصورة ولكن المعروف يعني في الفقه أنه الفقه يتوسن ناسي مذانا فظلت الجنازة صلاة
يعني فرض عين فرض كفاية. أشو المعنى إيس؟ خطر ثلاثة إجمثن غين سنم ما يموث أنزل في اللاس أنزل في اللاس أي غر أخطر ناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدارقطني ناد صلوا على من قال لا إله إلا الله إنيك وين قارن لا إله إلا الله ذي مثل ما يموت ظلت في الناس يتسلسى وانتظلت ولكن فرض كفاية ما لا ظل في الناس 20 الله يبارك ما ظل في الناس 30% أين يلان ولكن مو ظل نرى في الناس ثم ما ظل في الناس شوية سقط الإثم عن الجميع على هذا الرأي مو ظل نرى في الناس أثم الجميع أن سعيك دنوف خطر يمثنا نجات الظلر في الناس لذلك نفتح قوس يعني بعيد الشر عليكم وعلينا جميعا أتفضيون نسوي سيدي انتحر السؤال يجي سؤال تجور لكن الفلاني ينغي ما نيس ما يجوز أنزل في الناس أتزل في الناس أنا عمال أي قد زلر في الناس لا سيقوند الوقت نيمي قموثي لا وقزران ألا ربي قزر ألا ربي من سوري زرار بلا كيها سوري زرار ألا ربي قزران سبحانه لذلك باش نكسر في لقيت مثلا الانتحار حرام السويسي داقيد الحرام دي شرع يقول بشر الغيماني ربي الناد لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولكن من ند الحرام ماشي المعنى يسكيس كذا الحرام دغا ما يموت ونزل رفلس خاطئ أنزل فلس هناك بعض تفاصيل لا يصلي عليه عالم فاضل أو إلى آخره لا تهمنا كثيرا في هذا المقام المهم أنزل فلس يتسلسة في كولكين الفلاني نتصور يتظلر أم كان أنزل فلس يقرد لا إله إلا الله يا أخي نسني ذاك ثم ما يكفر لا تجوز الصلاة عليه ذاين نتسى رفض الإسلام حيا لا يستفيد من أحكامه ميتا هما إلا يقال لي المهندر الغافل يقال كان أرد مغورة ها كان أرد فدفع الخزمة ها كان أذرب حقيون بروجيون اشتلاث الظل يموث قبل ذي أوضاك الشواليس يموت نكني أنزل في الناس الحديثينات صلوا على من قال لا إله إلا الله ظلث وين يدينا فين يدينا لا إله إلا الله يموت أنزل في الناس في حديث أيضا صلوا على موتاكم إلى آخره طيب أدنغال في قد أجيز الفرائض بعد فرض الكفاية في لأنت النوافل نوافل تصيق الآن لصلاة الليل كما ورد في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى صلاة الليل ونظر دقيل صلاة القيام ثلاث ركعات سلم ثلاث ركعات سلم وهكذا ثلاث صلاة التراويح في رمضان ذي تحصن فقيد النافلة لأن الرواتب الرواتب قبل طهور أربعة نغسنات ثلاث رواية الحديدين أربعة ثلاث رواية دينا سنات إما قفل الطهور أربع ركعات سنث سنث النافلة أتزل الطهور بعد الطهور سنث سنث في لا رواية الحديث والدينا سنث قفل الطهور سنث بعد الطهور أين خفيف فليش خدميث سنث قفل العصر نسال الحديث دي هضرن في المسال تاقي سنث بعد المغرب سنث بعد العيشة في قذاقي مرة اسمي سنت الرواتب الرواتب يعني دوم في لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب في اليوم يقارن رغيبة الفجر يعني السنن ينزلك أني قبل الفريضة الصبح صلاة الفريضة ولكن قبل الصبح نزل الرغيبة رغيبة الفجر يجي تقضى ولما يوني يغفل وديكير لا يكرد في 8 في 9 أنت الظل وسي قرار هذا ينشر قضية تجار روح أنت خاطي أنت الظل إلى غاية الزوال باش هذا تسقط باش يعني وإلى قرار أنت الظل هذه الظاهرة في اليوم قانون الظاهرة الظحى الطحى قبيل الطحى صارت الظحى مدي شرقية تجي الحاكة 21 دقيقة زما تزلط أو أقل من ذلك أتزل صلاة الظحى إما ركعتين نغ أربعة نغ ستة نغ ثمانية نغ سوضة لما 12 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزمرت السوضة لما 12 ركعة العبد يستوفى يقيم ولا شو يخدم أخويا هذه الظل صلاة الظحى وإذا غلين بوالي تسيركي لقرنك وين الظل لنصات الضحى إلى تجارة الظلة خاطئ مكستوفة حيغر لماذا نلزم الناس بغير مبرر شرعي بغير واجب شرعي أهذ السمانة سياد الوقت ونواس ظل ركعتين نغرب عن نفي الضحى والسنوية وستوفة ضرور الظلة عادي
تقيث النافلة ثلاثة النافلة نظل ومقارن تحية المسجد مارن الشمال الجامع أنزل ركعتين تحية المسجد كما قال ابن عرفة المالكي الفقيه المالكي لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف يعني الجامع الشمال تظل ركعتين نافلة وين يوفق ربي يروح المسجد الحرام يعني الكعبة الشريفة هذه يخدم الطواف موري الزميرة الطواف هذه تظل ركعتين خطر ثلاث وتذي الوقت قيل الحياة جنة ذي الوقت العمرة ذي رمضان هي وعربة شكيت صح تظل ركعتين ولكن ذاق بين قوسين يثريون ما يكشمد بعد العصر يكشمد الجامع إسكو ذي تظل ركعتين ويتظل لا ممنوع النافير ذي الوقت النهي سي العصر ألمذ المغرب سي العصر ألمذ المغرب ولاش النافيلة ميدك الشمض ما تفض الغاشي السلام عليكم ولاش ريح في القرآن والصباح عادي ولاش النافيلة يوكو ذي الجوامع النغاكو بلا استثناء يوكو قاذي تظل نزيك يوكو والسنرك وركعتين أجي بعد العصر خطر النافيلة طيب ثورة هناك بعض المذاهب اللي قالوا بخلاف ذلك ولكن جماعة الخير الفقه المالكي هو المعتمد في البلاد ومن يغال نشم في النقاش الأصولي الإمام مالك يسعى الحجج يسعى ديز أرغيمون إنه هناك أمر بالصلاة في النافلة ولكن هناك نهي يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن صلاة النافلة سي العصر المغرب إذا وجد أن تعارض أمر ونهي الواجب أن طبق النهي يعني أشو دين النهي نخدم راه إن يكون ظلال ظلالا وفغار الشمع في دقائق علم الأصول باش يعني أبرهن على صحة هذا الرأي ولكن فقط حفاظا على وحدة الأمة وانسجام الأمة والتزاما بالمذهب المالكي المعتمد في الجزائر يعني نفتي بهذا الرأي كما سمعتم ثورة جماعة الخير ذي ثيارة إلا ذغو مقارن كذلك ركعتي الوضوء يولي يغلوضو يغلوضو مثلا في ثلاثة يغلوضو إذا هذه قميص العصر يغلوضو كان يزال ركعتين يغلوضو في 12 جهة في أي وقت يزال ركعتين ركعتي الوضوء في كذا يكو ذي السنن يعني ذي النوافل المهم ذي الأخير في الأخير الختمة الدين إن سلم هذه خدم الفرائض ينس وذي خدم النوافل باش يوم القيامة أندى يخص إسخاص يسنقص ذي الفرائض أسدي عوض ربي سبحانه سي النوافل يسعى ثارقا يظن الحسنة ذي النوافل أغفق ربي وكان حفظ الظالي في النغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والإسلام.